يعني بعيدا بقى عن اللبس وازاي نحافظ على صحتنا في تغيرات درجات الحرارة، لكن كمان واحنا داخلين على الصيف والحر الشديد قوي وأشعة الشمس، دايما بنتكلم على البشرة ازاي نحافظ عليها، نحط واقيات للشمس وكل الأمور دي، لكن عينينا كمان مهم نحافظ عليها من الشمس. بنحافظ عليها ازاي؟ بنلبس نظارات شمسية. بس في حاجات وانت بتختار النظارة الشمس بتاعتك لازم تكون متأكد ان هي متوفرة في هذا المنتج. اولا لازم يكون يعني الكواليتي او الجودة بتاعته عالية، ما تكونش مقلدة، لانه تم اكتشاف انه في خطورة على العين من النظارات المقلدة على العيون. ده في دراسات حديثة اكدته، اكده المعهد القومي للعيون، انه بتسبب يعني اضرار بالغة على العين انك تلبس نظارة متقلدة مش نظارة اصلية، لان هي بتسمح بمرور ضوء الشمس المضر او الاشعة الفوق البنفسجية، ودي بتأثر بشكل سلبي كمان على المدى الطويل على حدقة العين. خلونا نعرف ايه اضرار بشكل علمي بقى، يعني حد متخصص يقول لنا ايه الاضرار اللي ممكن تصيب عينينا، مش بس عينينا لكن كمان ممكن تخلينا يبقى عندنا صداع وقت طويل ما نبقاش عارفين ايه السبب. خلونا نعرف التفاصيل وايه اضرار نظارات الشمس المقلدة. معانا على التليفون دكتور اشرف الهباق، استاذ طب وجراحة العيون. اهلا بيك يا دكتور، صباح الخير. اهلا يا فندم، صباح النور. صباح الفل بحضرتك يا يعني دكتور. خلينا برضو، انا يمكن ذكرت البعض كده بشكل سطحي على اضرار النظارات، بس عايزين حضرتك تقول لنا بشكل بقى اكثر عمقا يعني ودراسه وبشكل علمي، ايه الاضرار اللي بتسببها النظارات الشمسيه غير الاصليه؟ هو الهدف الاساسي من استخدام النظاره الشمسيه على العين هو حمايه العين من الاشعه فوق البنفسجيه الضاره اللي خارجه من الشمس. هو ده الاساس. كويس، فإذا أنا استخدمت نظارة طبية أو شمسية أصلية فهي هتكون قادرة على حماية العين من الأشعة أو الموجات فوق البنفسجية. وإذا أنا طبعا استخدمت نظارة مقلدة يبقى الأشعة فوق البنفسجية هتخش لي من خلالها على العين. أضرارها إيه الأشعة دي على حدقة العين يا دكتور؟ عفوا كتير. نبتدي من الأول خالص. أنا عندي حاجة اسمها الظفرة. الظفرة دي عبارة عن نسيج بيتكون فوق العين من الموجات فوق البنفسجية أو الأشعة فوق البنفسجية لما توصل للعين. مش بيحصل لكل الناس، لكن للناس اللي عندها حساسية من الأشعة فوق البنفسجية. فدي أول حاجة ممكن تتكون. يتكون عندي ظفرة للعين. الحاجة الثانية النظارة المقلدة بتخدع العين. بمعنى إيه؟ أنا عندي الإنسان العين اللي هو هو بيفتح ويقفل يدخل كميات الضوء في داخل العين. ده بيدخل، ربنا خلقه ميكانيزم كده لو بيسميه انسان عين، هو البيوبل ده. كويس، اللي هو لما بيبقى فيه ضوء شديد العين بتقفل لوحدها عشان كميه الضوء. كويس. فده طبعا النظاره المقلده بتخدع الانسان العين ده، فبيبقى الانسان العين مش قافل كويس، بيبقى فاتح يدخل كميه كبيره قوي قوي من الاشعه. طب دكتور اشرف، هل على الشبكيه تمام، هل يا دكتور الاشخاص اللي خضعوا لعمليات تصحيح ابصار بتبقى الخطوره اكبر على عينيهم اذا ارتدوا نظارات غير اصليه؟ واحد هو ده وده واحد، ولكن انا عايز اقول برضو يعني من باب اولى، لو كان الانسان السليم ما فيش حد اصلا لمس عينيه وحصل عنده مشكله، فاللي هو الانسان اللي عمل له مثلا تصحيح ابصار او ليزك في العين هيكون طبعا يعني سهل قوي قوي يحصل ضرر عنده. يعني دي نقطة مهمة جدا. طب ايه البدائل؟ يعني اكيد برضو ناس بتسمعنا هيقول لك طب ما هي النظارات الاصلية دي اسعارها برضو بتبقى مرتفعة احيانا ما يقدروش عليها. ايه البدائل اللي بينصح بيها علشان نحمي عينينا من اشعة الشمس الضارة؟ ما هو برضو لازم اقول حاجة ان زي ما بتقولي كده ان في النظارات الاصلية اسعارها عالية قوي، بس مش كلها، يعني في برضو حاجات منها في المتناول. يعني مثلا استخدام الشمسية، استخدام القبعات او الكاب مثلا، ده ممكن يحمي العين ولا مش زي النظارة؟ لا مش زي النظارة خالص. طيب اخيرا يعني يا دكتور، مهما كان انا بحغطي العين مثلا ممكن استخدم كاب زي حضرتك او شمسيه بس برضه ده مش زي النظاره فيها طبعا حمايه اكتر. طيب اخيرا يا دكتور، ايه الاعراض اللي ممكن ابتدي احس بيها واقول ان انا لازم اروح للدكتور وان عينيا بدات بالفعل تتاثر، سواء كان بقى من اشعه الشمس بشكل عام او من الاشعه فوق البنفسجيه؟ هي بص حضرتك، النظاره المقلده اصلا لما الواحد بيستخدمها بعد شويه من استخدامها بيحس بشويه زغلال ويحش وارهاق.
وصداع تمام. فهو لازم على طول يلجأ ان هو يعني يا اما يكشف يا اما ان هو بقى يغير النضاره المقلده دي. يعني المفروض كده على طول اول ما احس بصداع او زغلله في العين او ما شابه المفروض ان انا ابتدي الجا لطبيب ولا فقط اتوقف عن استخدام هذه النظاره؟ ونستخدمها طبعا نوقف استخدامها وده علاوه على ان طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان هو يعني هو يعتبر كانه ماشي في الشمس يعني اضرار الشمس على العين موجوده يعني حساسيه العين وكلام من ده موجوده احمرار التهاب في الملتحمه تدميع. طب ولو استغنى عن النضاره خالص يا دكتور موجود. لو استغنى عن النضاره خالص نفس الاضرار لو لبس نضاره مقلده؟ احنا مش كلنا زي بعض، في ناس بتمشي في الشمس ما فيش اي مشكله بالنسبه له، في ناس ما عندها حساسيه من الاشعه فوق البنفسجيه هي دي اللي بتضر. يعني خد بالك ان في ناس بتتحرك في الشمس بعينيها العاديه ما عندهمش مشكله فعلا حقيقي. كل الشكر لحضرتك الدكتور اشرف الهباك استاذ طب وجراحه العيون، كل هذه المعلومات يعني اطمنا على حاله الجو، وكمان عرفنا ان احنا لازم ناخد بالنا من موضوع نظاره الشمس، لازم تستخدم نظاره اصليه مش لازم تكون مرتفعه السعر جدا، انواع اللي هي بقى السنيهات وما شابه يعني، لكن في يعني نظارات طبيه شمسيه ودي اعتقد ان هي ما بتبقاش اسعارها بتبقى عاليه قوي.